السلام عليكم. اليوم راح ناخذ البارت الثاني من الدرولينج ريج ريكروتمنت والأوبريشن اللي خاصة بالدرولينج ريج. أيضا راح نتكلم اليوم عن أنواع الدرولينج ريج، أيضا أنواع الدرولينج إكويبمنت، السبيسيفيكيشن مالتها، طريقة الأوبريشن اللي تخوضها الدرولينج ريج إكويبمنت، أيضا خلال عمليات الدرولينج أوبريشن. فبالبداية راح نتكلم اليوم التوبيك مالتنا راح تغطي عن أنواع الريج سوري الويل تايب وريج تايب والدرولينج تيم، أيضا الدرولينج تيم بي سبيسيفيكيشن حسب الدرولينج كومباني. بالنسبة للريج كومبوننت راح ناخذ الباور سيستم اللي هو مصادر الطاقة، الهايستنج سيستم اللي هو نظام الرفع، الفلو سيركوليتنج سيستم اللي هو نظام التدوير، روتري سيستم والويل كنترول سيستم اللي هو نظام السيطرة، ونظام الويل مونيتورينج سيستم اللي هو يعتبر نظام المراقبة. أيضا عندنا بارت صغير يتكلم على الريج سيفتي. بالنسبة لأنواع الآبار اللي احنا نحفرها، عندنا الوايلد كات، وعندنا الاكسبلوراتوري، عندنا الديفلوبمنت والستيب اوت والانفيل اند الريانتري. كل وحده من عندهم الى خصائص معينه. من نجي نتكلم على الويلد كات. شنو الويلد كات؟ بالنسبه للويلد كات ويل يعتبر انه احنا لو عندنا فيلد معين غير مستكشف وغير محفور به نهائيا اي بئر، يعني انه احنا انطونا رقعه جديده وقالوا لنا يا بستكشفوها كحفر اولي، يعني اول بير ينحفر في هذه الرقعه يعتبر هذا البير وايلد كات، لان ما نعرف استجابات الليثولوجي، ايضا ما نعرف البيرنج فورميشن، ما عندنا اوفست ويل سابقه ممكن ناخذ من عندها المعلومات. اما بالنسبه للاكسبلوراتوري ويل يعتبر هو البئر الاستكشافي. بالنسبه للبئر الاستكشافي انه يشبه الوايلد كات، لكن الاختلاف عنه انه البئر الاستكشافي اكو ابار قريبه سابقا محفوره بجانبه، احنا نحفر البئر الاستكشافي، اما نريد ناخذ من عنده كورينج، اما نريد نسوي دراسات على الريزرفوار، اما نريد نسوي دراسات على الليثولوجي، فيعتبر بئر استكشافي، لكن كمنطقه فاحنا حافرين بها مسبقا وعندنا معلومات مسبقة عن المنطقة، فلهذا يعتبر هذا البئر استكشافي. أما عندنا بالنسبة للديفلوبمنت ويلز، بالنسبة للديفلوبمنت ويل هي تعتبر الآبار التطويرية، يعني احنا عندنا حقل مستكشف سابقا ونريد نزيد عدد الآبار المحفورة لزيادة الإنتاج. الستيب اوت ويل، بالنسبة للستيب اوت ويل احنا هذا لنفرض انه عندنا مكمن معين ندخل به بصورة هوريزونتال، ندخل به بصورة مائلة، من نحفر ستيب اوت ويل نقوم بحفر الهوريزونتال سكشن اطول من المكمن، يعني نقوم نسوي ستيب اوت داخل المكمن نفسه على مود نشوف السايز مالت المكمن، هل السايز مالته يعني حجم المكمن. فالستيب اوت اللي هو الهوريزونتال سكشن اللي راح ينحفر داخل المكمن، نقوم نحفر الى اكبر مسافه ممكنه داخل المكمن على مود نشوف السايز مالت المكمن. بالنسبه الانفيل ويل انه يعتبر يعني موجود حاليا، هو اكثر تواجدا حاليا بجنوب العراق او بعض المناطق يسموها نظام الكلاسترز، يعني عندنا احنا بيرين، عندنا اوفست ويل على اليمنى وعندنا اوفست ويل على اليسرى، احنا نحفر انفيل ويل اللي هو يكون في الوسط، يعني فيكون قريب على تو ويلز فيعتبر هو انفيل. اما بالنسبه للري انتري ويل هو بئر محفور سابقا الى مكمن معين، نقوم نسوي له اباندومت لسبب من الاسباب، ممكن هذا المكمن صار ديبليتد زون، ممكن المكمن صار ب
يعني اضمحلال بالنسبة للإنتاج، فنقوم نسوي له أباندومت للمكمن، ومن فوق النقطة اللي سوينا له بي أباندومت حنطلع سايد تراكينج ونرسم بئر جديد أو ترتيب جديد للبئر. فهذا بالنسبة للتفاصيل مالت أنواع البئر. أيضا راح ندرس بهذا الفصل على الدرلينج تيم. بالنسبة للدرلينج تيم احنا نعرف عندنا عدة شركات، اللي هو الأوبريتر المشغل، عندنا الدرلينج كونتراكترز اللي هو الشركة المنفذة لأعمال الحفر، عندنا أيضا السيرفيس كومباني اللي هي الشركات المساندة اللي مثل الولهيد وغيرها، أو المد كومباني أو الفلوت كومباني والشركات المساندة الأخرى. أيضا راح نتكلم على أنواع الدرلينج كونتراكترز اللي هو يتمثل بالديلي ريت والفوتج ريت والترينكي. أيضا راح يكون لنا فصل خاص بالتايب أوف ريكس. طبعا عندنا بالنسبة للتايب أوف ريكس راح يكون عندنا أنواع، النوع الأول راح يصنف حسب اللوكيشن، والنوع الثاني راح يصنف حسب الأونرشيب أو الملكية. حسب اللوكيشن نعرف احنا عندنا ثلاث أنواع لللوكيشن، عندنا اللوكيشن اللي هو الأونشور اللي يكون على منصات الأرض اللي على اللاند، وعندنا السوامب اللي يكون على المستنقعات أو الشواطئ، والأوفشور اللي هو يكون المنصات اللي موجودة على البحار أو منصوبة على البحار مثل السيمي سبميرسبل أو الدريل شيب وغيرها. أما بالنسبة للأونرشيب أيضا راح يكون لنا فصل خاص نتحدث به عن contractors والملكية، لمن ترجع الملكية، هل هي ترجع للدرلينج كومباني أو ترجع للأوبريتر أو ترجع للريك contractors. فهذه كلها إن شاء الله راح نناقشها بهذا الفصل، راح نتحدث عنها إن شاء الله بهذا الفصل أيضا. مثل ما تحدثنا سابقا عن الوايلد كات، وايضا الاستكشافيه والديفلوبمنت ويل والريانتري ويل والانفيل ويل. بالنسبه للدرلينج كونتراكتر، الدرلينج كونتراكتر اللي هو يمثل لنا الشركه المقاوله اللي تباشر في اعمال الحفر. طبعا الشركه المقاوله اللي تباشر باعمال الحفر الكادر مالتها يتكون من التوبوشر اللي هو يعتبر مسؤول العمال، والدريلرز اللي هو مسؤول الحفارة أو الحفار، الدركمان الشخص القائد للعمليات اللي هو قائد لعمليات التيوبولر أو قائد لعمليات تنفيذ الميكسينج أوبريشن على المات سيستم، الرفنك أيضا. طبعا عندنا بالإضافة إلى بعض السبيشالست المساندة مثل الكرين أوبريتر، عندنا الميكانيكس أو الإلكتريشن، الريستاباوت والكاترينج تيم. فهذه الكاترينج تيم اللي هم خاصين بأمور التنظيف أو أمور إدامة الغذاء وغيرها. بالنسبة للشركة المشغلة راح تحتوي على الدرولينج سوبرفايزر أو الكومباني مان، الدرولينج إنجينيرز اللي هو مهندس الحفر، الجيولوجيست اللي هو مسؤول او مشرف الاعماق او الليثولوجي مالت الارض، وطبعا عندنا اكيد راح يكون المساندين المنتورز او الكونسلتنتس. بالنسبه للسيرفيس كومباني حيكون السمنت كومباني، المد لوجر كومباني، الواير لاين، المد انجينيرز اللي هو مهندس الاطيان او السوائل، وبالإضافة إلى الدايركشنال إنجينير أو مهندس الحفر الاتجاهي. فهذا التصنيف للتيمز مالت الريج بصورة عامة. راح ناخذ صورة مبسطة عن التوزيع مالت أنواع الرقات أو التصنيفات أنواع الرقات حسب اللوكيشن. طبعا احنا حاليا كل الرقات اللي موجودة بالعالم هي روتري دريلينج ريج، يعني هي تقوم بعمليات الحفر بشكل الدوار اللي هي روتري درلينج ريج. راح تقسم الى نوعين، النوع الاول اللي يكون لاند ريج اللي هو اونشور، والنوع الثاني اللي هو المارينز ريج اللي يكون اوفشور. بالنسبه لللاند ريج ايضا حيتقسم الى نوعين،
اللي هو الكونفنشنال الاعتيادي والموبايل. بالنسبة للموبايل اللي يكون يعني الريج منصب على سيارة أو تراكرز تراكس خاص بالنقل. وأيضا بالنسبة للموبايل ريج راح يتقسم إلى نوعين اللي هو الجاك نايف والبورتابل ماسك. الجاك نايف راح يكون الريج، طبعا احنا نعرف الريج هو سبستراكتشرز وبعدين فوقه الماست. فبالنسبة من نقول جاك نايف الماست راح يصير فولدينج ويدخل بداخل يعني فولدينج الماست يدخل قطعة بعد قطعة ويعني يطبق في صورة معينة وينتقل على التراك. أما بالنسبة للبورتابل ماست فالماست حينعزل عن السبستراكتشر وينقل الوحدة، فعندنا نوعين أما الجاك نايف أو البورتابل ماست. أما بالنسبة للبحرية أو الأبراج البحرية أيضا حتنقسم إلى نوعين، عندنا الفلوتينج اللي هي الطافية وعندنا البوتن سبورت. بالنسبة للفلوتينج اللي تكون طافية على سطح البحر اللي عندنا نوعين السيمي سبميرسبل أو الدريل شيب اللي هي سفينة الحفر، تكون سفينة ضخمة وينصب عليها الآبار أو أبراج الحفر. أما بالنسبة للبوتوم سبورت فراح يقسم إلى ثلاث أنواع، عندنا الجاكوب وعندنا البارج وعندنا البلاتفورم. أيضا بالنسبة للبلاتفورم عندنا التندرز وعندنا السيلف كونتين. هذه الأنواع راح ندرسها بالتفصيل إن شاء الله في نهاية الفصل، وراح نشوف كل وحدة يعني صورتها وأيضا الكوست مالتها البيردي الأجار أو الرينتس البيردي الحالية تقريبا. فراح نشوف كل وحدة الوظيفة مالتها، لكن مبدئيا هو نعرف احنا عندنا اللاند ريك والمارين ريك وكل وحدة الابليكيشن مالتها حسب نوعية الحفر اللي راح نقوم به. عفوا، احنا حاليا قلنا كل الابراج اللي جاي تحفر هي ابراج روتري تصنف على اما لاند او تصنف على المارين. بالنسبه ايضا للمارين ريج عندنا نوعين، اما سوام او اوفشور. من نقول سوام اللي هي الابراج المخصصه للحفر بالمستنقعات اللي يكون الووتر ديبث مو عالي، يعني الووتر ديبث يكون منخفض ما يتجاوز 350 متر اللي ممكن ينزل بوتوم سبورت، يعني ممكن تنزل قوائم او سبورترز تطخ في الارض او في القاع مالت الووتر سوري القاع مالت السي، فهذه يسموها سواب. اما الاوفشور اللي ما بيها قوائم مجرد هو بلاتفورم يكون طافي على سطح البحر اللي خاص بالاعماق العاليه اللي حتى توصل الى 13,000 فيت ووتر ديبث، اللي طبعا موجود عندنا حاليا الدريل شيب والسيمي سبميرسبل شيب. بس بسبب الوضع او الازمه الماليه اللي صارت في 2016 والاويل برايس نزل، قل نسبه استخدام السيمي سبميرسبل والدريل شيب بسبب الرنتال كوست مالتها البير داي، فكانت اعدادها هائله خاصة بالخلجان اللي موجودة بخلجان المكسيك خليج المكسيك وغيرها كان عددها كبير، لكن بسبب نزول أسعار النفط حاليا أعدادها حول العالم جدا جدا قليلة خاصة بالنسبة للدريل شيب شبه معدومة. أما مثل ما تكلمنا بالنسبة لللاند ريج عندنا نوعين، أما هو النوع الكونفنشنال أو الموبايل. الملكية مالت الريج، الملكية مالت الريج عندنا عدة أنواع من الملكية. الشركة المالكة للحقل هي تملك الريج وهي المشغلة مالته، اللي طبعا هذا حول العالم هذا النظام جدا قليل، تمام؟ ويعني يعني تقريبا شبه ما موجود، كانت فقط تستخدمها بعض الشركات مثل بيبي وإكسون. وبسبب انه بيبي نعرف الازمه اللي وقعت بيها بسبب خليج المكسيك
ويعني تكلفت تدفع مبالغ جدا عالية، لهذا اضطرت تبيع الاونرشيب مالتها اللي خاص بالرقات إلى بقية الشركات، لهذا صارت فقط شركة مالكة للحقول وليس شركة مالكة كريج أوبريشن. فلهذا أيضا هي تخلت عن الريك، كانت فقط بي بي وإكسون موجودين حول العالم، لكن حاليا النسبة صارت ضئيلة. أما بالنسبة للعقد الثاني، شركة الحفر هي تكون مالكة وأيضا هي تكون منفذة لأعمال الحفر، أو عندنا البارتنرشيب اللي طبعا اللي هذا حاليا الدارج حول العالم. أما بالنسبة للموضوع الأخير البارتنرشيب أونت يكون يعني كومبينيشن بين الكومبني اللي هو الاونر بالنسبه لمشغل الحقل والدرلينج كونتراكتر، حيتحدون يسوون بارتنرشيب واثنيناتهم حيحفرون الحقل، يعني يكون هو مالك للحقل وايضا يكون هو مالك ل يعني مالك الحقل مع الدرلينج كونتراكتر. بالنسبه للكومبني ممكن الشركة أو المالكة للحقل هي تملك الرق وتجيب شركة حفر تشغل لها الرق، فأيضا هذا أحد العقود اللي خاصة بالدرلينج أوبريشن. بس لو سمحتوا بالنسبة للخطوط على السكرين ممكن تتلافوها لأن جاي تظهر عندنا. طبعا هذا اللاند ريج، هذا هيفي لاند ريج لو نشوفه هو ممكن يحفر الى 10,000 فيت. بالنسبه للطاقه اللي يستحملها توصل الى 1,000,000 باوندز. البي او بي ريتنجز اللي هو بلو اوت بريفنتر يوصل الى 10,000 بي اس اي. بالنسبه للكوست حاليا 35,000 بير داي، وهذا الكوست طبيعي، يعني وهذا الكوست حاليا ايضا بالميدل ايست جاي يتراوح بين 35 إلى 24,000 بير داي. طبعا ما عدا التشاينيز ريج، التشاينيز ريج بسبب المانوفاكتشر يعني الكوست مال مانوفاكتشرينج عندهم كلش نازل، وايضا بالنسبه لسعر العماله عندهم جدا منخفض. لهذا نشوف التشاينيز ريج ايضا ممكن توصل الى 15,000 او 14,000 بير داي، لكن احنا ما نقيس على التشاينيز ريج. الستاندر هو جاي يتراوح بين 36,000 دولار الى 24,000 أو 22,000 دولار حول العالم. طبعا هذا المارينز ريج اللي هي السيمي سبميرسبل اللي تعتبر شبه عائمة. لو نشوف هذه المنصة بقدر المنصة الظاهرة فوق العائمة، اكو منصة تحت الماء شبه هذه يعني غير ظاهرة، فهذه تعتبر شبه عائمة يعني سيمي سبميرسبل اللي يكون جزء من عدها داخل الووتر على مود يحفظ البالانس مالتها والارتجاجات او الفايبريشن اللي يصير خلال عمليات الحفر. لو نشوف طبعا عندنا نوعين بالنسبه لحفظ التوازن، هيجي نوع من الرقات اللي هو السيمي سبميرسبل اللي هو سيمي سبميرسبل بلاتفورم. طبعا نعرف انه في الخلجان او المحيطات او البحار هيجي نوع من الرقات حتتعرض الى ويفز، حيتعرض ايضا الى السيزميك اللي تتولد من السي ويف، فلهذا لازم اكو عندنا نظام يحافظ على البالانس مالتها. اما يكون النظام الميكانيكي الطبيعي اللي هو يحاولون يشمرون انقرات بداخل البحر او الخلجان، والانقر راح يثبت لنا البلاتفورمز، او الدايناميك بوزيشننج اللي هو يعني لو اجت الموجه من جهه الشمال حتتسلط عليها دايناميك فورس بالجهه المعاكسه بحيث تحاول تخلي الريج في مكانه او ثابت في مكانه الطبيعي. طبعا هيك نوع من البلاتفورم بالنسبه للموفينج اوبريشن، يعني لو خلصنا حفر اي بي ار في هذا اللوكيشن من نحاول النقله لللوكيشن الثاني، راح يكون الموفينج اوبريشن مالته مو سهله، جدا صعبه وايضا بطيئه، يعني الموفينج من لوكيشن الى لوكيشن ثاني جدا صعبه وبطيئه. هيك نوع من الانواع من البلاتفورم يوصل اجارها الى 45,000 دولار بير داي، يعني فقط الرنت مالتها 45,000 دولار بير داي.
هذا الدرل شيب اللي يعتبر كان متوفر، بس يعتبر يعني عدد اللي حاليا موجود حول العالم جدا ضئيل، ممكن ينحسب على يعني على أصابع اليد، بس كان منتشر في البحار والخلجان والمحيطات بسبب أنه الأويل برايس نزل فقللوا لأنه الكوست مالته جدا عالي، وأيضا الأوبريشن لاستخراج النفط من الأوفشور جدا كوستي بالنسبة لهم، لهذا حاولوا يقللون من أعداد الدريل شيب. الدريل شيب طبعا يقدر يحفر بعمق يعني الووتر ديف بدون العمق الحفر، فقط الووتر ديف ممكن يصل إلى 13 أو 14 ألف فيت إلى قابلية يحفر. أيضا الدريل شيب بسبب الحجم الكبير أو الضخم مالته ممكن يحتوي على مخازن كافية بحيث هو يحفر بيرين أو ثلاثة بدون ما يحتاج إلى سبلاير، يعني ما يحتاج إلى معدات حفر أخرى أو إلى كيميكلز أو إلى سمنت أو إلى غيرها، يعني يكون كافي اللي عنده أو يعني المخازن مالته كافية إلى بيرين، حفر بيرين أو ثلاثة. أما الرينتس مالته البيردي يوصل إلى 100,000 دولار بيردي، فيعتبر الكوست جدا عالي، فلهذا نشوفه بهذه الأيام جدا انخفض وأصلا شبه غير موجود. يعني هذا الدريلينج أورجنايزيشن، احنا بالنسبة للدريلينج أورجنايزيشن عندنا بالنسبة للأونشور عندنا أشخاص راجعين للأوبريتورز وعندنا أشخاص راجعين للدريلينج كونتراكتر. بعدين أيضا بالنسبة للأوبريتور والدريلينج كونتراكتر بصورة عامة، الأشخاص أو البيرسونال ينقسم إلى جزئين، الجزء الأول اللي يكونون عند بالأوفيس والجزء الثاني اللي يكونون بالريكسايد. اللي مسيطرين على الأوفيس بالنسبة للأوبريتور اللي هو أوبريشن مانجر، أما بالنسبة للدرولينج كونتراكترز هو الدرولينج مانجر ويتفرع من عنده الريج مانجر واللوجيستيك كوردينيتورز وبقية الأعضاء أو تيم الحفر. أما بالنسبة للأوبريتر بالنسبة للريك سايت حيكون الدرولينج سوبرفايزر ويتفرع من عنده البقية اللي هو نايت درولينج سوبرفايزر، الويل سايت جيولوجيست، ويل سايت درولينج أو بتروليوم إنجينير عند المات إنجينير. أما بالنسبة للتول بوشر أيضا راح يكون نايت بوشر عنده كامبوس ميكانيك اند الكتريشن وبقية الشافت اللي هو كرين اوبريتر راف نيك رست اباوت او تريكمان. فهذا فقط اللي هو يعتبر اورجنايزيشن بسيط او التنظيمية البسيطة اللي باللون الاحمر اللي هما اوفيس، باللون الازرق اللي يكونون بالريكسات. هذا تفصيل بسيط عن الشارترز اللي خاص بالدرولينج اورجنايزيشن. عندنا درولينج كونتراكتور، اويل كومباني والسيرفيس كومباني. على اليمين لو نشوف السيرفيس كومباني حيتفرع من عندها الدرولينج فلويد، درولينج سمنت، الويل هيد والسم فورميشن ايفالويشن، الكيسينج، الدايركشنال درولينجز اند درولينج بيت وغيرها من الامور المساعده بالنسبه للحفر. اما بالنسبة للدرولينج كونتراكتر راح يكون فقط اللي هو الكي بيرسونال اللي هو السوبر اتاند، ومن السوبر اتاند حيتفرع التول بوشر والدريلر وبقية كادر الحفر. بالنسبة للريك كونتراكتر بالنسبة للأويل كومباني حيتفرع من عندها الكي بيرسونال كهيد مانجر للأكاونت أو المحاسب، الريزرفوار، اللاند ديبارتمنت، formation evaluation operation and production engineer والجيولوجي، وكلها حتتجه منصبه على الريج operation. فقط معلومات بسيطه، اني من اجي اريد اسوي selection للريج مالتي حاليا خاصه هذه الاوضاع بسبب انه الاول برايس نازل، دائما يحاولون يقللون من الكوست، لهذا يختارون دائما الرق المناسب يكون الاوبريشن مالتهم بالنسبه للاوبريتر اتس نوت فيري كوست، وايضا هي مناسبه انه يقوم بحفر اي نوع من الابار اللي هما يحتاجوها، كان كانت ري انتري او ان كانت انفل او ديفلوبمنت او غيرها. ف اول شيء الووتر ديبث، نحن نريد نحفر مارين،
ايضا الدرك اند سبستراكشر كاباسيتي، يعني احنا نريد نحفر اعماق فور اكزامبل نوصل بها الى 20,000 feet واحنا الدرك مالتنا ما يستحمل الدرل بايب بهذه الاعماق، او فور اكزامبل 10,000 feet بعد الووتر ديب، وايضا الدرك مالتنا ما يستحمل هذه الاعماق راح تعتبر بالنسبه لنا مشكله. الفيزيكال سايز وايضا الويت يعني اللي خاص بالبلاتفورم، الديك لود كاباسيتي يعني فور اكزامبل انه اني اريد احفر بكادر يتكون من 200 شخص واني اللود الكاباسيتي اللي عندي ما تستحمل 50 شخص. ايضا بالنسبه للووتر يعني ممكن انه خاصه بالمارين نتعرض الى عده انواع، او الووتر يكون شويه اجريسيف يعني يكون ويندي، ممكن ايضا عندنا سايزميك بالنسبه للسي ويف، فلازم هذه يعني الابلكيشن او الوذر اللي احنا راح نحفر به راح يتحمله المارين ريج مالتنا. ايضا الديوريشن اوف درلينج بروجرام، اني ما اجيب ريج بحيث اول شيء ما بي استورات، وايضا ريج بالنسبه للتحمل مالته ما يتحمل حفر لمده شهر ويحتاج صيانه، واني الحفر مالت البير ممكن ياخذ له 3 أشهر او 4 أشهر. ايضا الريج ريت سوري الوركينج ريت يعني كهورس باور كبايب هاندلنج والميكس ميكسينج كاباسيتي، يعني اني اجيب ريج في التانكيات مالته او المد سيستم مالته يكون كبير انف انه يحتوي كميه المد اللي اني احتاجها بالدرلينج اوبريشن. ايضا بالنسبه للبيئه لبرج الحفر حسب الابلكيشن اللي انا اريد اطبقه، هل البير اللي راح احفره هو بير استكشافي او هو البير اللي راح احفره حيكون بير تطويري. وبالاضافه الى كل هذا اهم شيء الكوست، انا ما اجيب بير احفر بير استخراجه ضعيف والكوست مالت الرنتل مالتي عالي، يعني انا اجيب بير فور اكزامبل انه البير داي الانتاج بير داي ممكن ما يوصل الى 500 او 600 بارل بير داي، واني اجيب حفره فد نوع من انواع الشيب اللي يوصل 100 او يعني 100,000 دولار بير داي اللي راح يكون الكوست مالتها جدا جدا عالي. هسه راح نجي للدرلينج اكويبمنت. احنا حاليا خلصنا من انواع الريك والابلكيشن اللي يدخل بها كدرلينج اوبريشن، يعني الابلكيشن مالت الريج اللي مصمم لها. هذا الريج بصوره مبسطه، الريج راح يحتوي على داون هول تولز وراح يحتوي على التولز اللي تكون على السيرفس اللي هي السيرفس تولز. بالنسبه للريج طبعا هذا القوام مالته، هنا راح يكون الفلورز مالتنا او الريج فلور، فوق الريج فلور راح يكون الماست، وتحت الريج فلور راح يكون السب ستراكتشر او السب بيس في بعض الكتب او الاستندارات راح نقراها. بالنسبه للداون هول تولز اللي هي نقصد بها التولات اللي راح تكون بتماس مباشر مع الفورميشن اللي راح تتكون من البيت او المثقلات الدرول كلار او الدرول بايب، ايضا الكيسينج ك ويل كنترول انفلوب. واما بالنسبه للاكويبمنت اللي راح تروح تكون على السطح هي البي او بي، المد سيستم، المد بامب، هذه كلها راح تكون على السطح. بالنسبه ايضا ان على مود يولد لنا التدوير راح عندنا السويفل او التوب درايف وبقيه الانجنز اللي تكون مشاركه في عمليات الحفر. فهذا شكل مبسط عن الدرلينج اوبريشن او سوري الدرلينج ريج. بالنسبه للريج components and operation، احنا الريج بعدة اجزاء. الريج يتفصل الى الباور سيستم، نوعية الباور مالتنا هل هي كهربائية هل هي ديزل، يعني بعض انواع الرجات مباشرة ياخذ العمل مالته من الديزل انجن، يعني مو كهرباء وبعدين الكهرباء تدخل في مواطير وتحول لنا اياها الى حركة، مباشرة الديزل انجن تحول لنا الاحتراق الداخلي
إلى حركة دورانية. أيضا عندنا الهايستينج سيستم اللي هي معدات الرفع، الفلويد سيركوليتينج سيستم، والروتري سيستم، والويل كنترول سيستم، والويل مونيتورينج سيستم. كل هذه الأجزاء راح ناخذها بالتفصيل، راح ندرسها واحدة واحدة إن شاء الله. بالنسبة للريج باور سيستم، طبعا احنا قلنا عندنا عدة سيستمات اللي هي مثلا الفلويد سيركوليتينج سيستم، وعندنا النوع الثاني اللي هو الهويستينج سيستم. الاكثر الانظمه اللي تاخذ قدره في عمليات الدرلينج اوبريشن هي اثنين، هي الهويستينج سيستم، تمام، الهويستينج سيستم هذه وحده اللي ياخذ اكبر مقدار من القدره المخصصه للريج، والثاني للدرلينج الفلويد سيركوليتينج سيستم. هذه النظامين هو ياخذن اكبر مقدار من القدره المنتجه على مود نسوي بها الدرلينج اوبريشن. طبعا هذا السيستمين الهويستينج سيستم والفلويد سيركوليتينج سيستم ما يشتغلن اثنيناتهم نفس الوقت، تمام؟ يعني احنا بالدرولينج اوبريشن ما راح نسوي عمليات حفر، مجرد البي اتش اي راح تنزل بالبير وعندنا روتيتينج، فنشوف المد بامب تشتغل صح، اللي هي تعتبر من الفلويد سيركوليتينج سيستم، الشل شيكر تشتغل باعتبار هي فلويد سيركوليتينج سيستم، ايضا عندنا الاجيتيترات شغالات، كل فلويد سيركوليتينج سيستم يكون شغال في حاله الدرولينج اوبريشن. لكن الهويستينج سيستم راح يكون متوقف، يعني الدرورك ما حيصير عليها لود، راح تكون الدرورك متوقفة وما راح يصير عليها لود، فراح يكون القدرة المصروفة متجهة على السيركوليتينج سيستم. في حال نريد نسوي هويستينج سيستم، يعني نشغل الهويستينج سيستم، يعني نسحب نسوي بول اوت اوف هول للبي اتش اي او للدرل سترينج، بهاي الحالة بحالات السحب اكيد احنا ما نحتاج سيركوليتينج، فراح نطفي المد بامب، راح نطفي الشل شيكر، فراح يبقى عندنا فقط الدرو وورك هي خاصة بعمليات الرفع والتنزيل. احد الاشخاص سأل على الباك ريمينج، صحيح في حال الباك ريمينج احنا نحتاج نشغل الدرو وورك تشتغل والفلويد سيركوليتينج سيستم تشتغل، بس هذه الحاله تعتبر حاله اب نورمال، هي مو حاله طبيعيه ومو دائما، يعني مو على طول احنا نسوي باك ريمينج. الباك ريمينج ممكن ياخذ له 6-7 ساعات ويخلص، ممكن ماكسيموم ياخذ له 20 ساعه ويخلص حسب الانترفال مالت الباك ريمينج، لكن هي تعتبر اب نورمال سيتويشن. لكن بالحالات الطبيعيه، بحالات الدرولينج اوبريشن الطبيعيه او بحالات انه نشغل الهويستينج سيستم، يعني حالات الدرولينج اوبريشن راح تكون اما نشغل سيركليتينج سيستم او نشغل الهويستينج سيستم. بالنسبه للطاقه المحتاجه، الطاقه اللي نحتاجها احنا للحفر الابار تتراوح بين 1000 الى 3000 هورس باور، هذه الطاقة اللي احنا نحتاجها بالحفر، لكن هذا مجرد رقم حسب المانيوالات اللي موجودة، وحسب بالنسبة حتى ايضا للاي بي اي. طبعا هذه امور تعتمد على حجم الدرول بايب اللي راح نستخدمها، البي اتش اي، الاعماق، كلها راح نستخدمها، بس انه كقانون بسيط يقول لك كل 100 فيت تحتاج 1 هورس باور، تمام؟ كل 10 فيت تحتاج 1 هورس باور، كل 10 فيت تحتاج 1 هورس باور، يعني لنفرض 10,000 هورس باور تقدر توصل 10,000 فيت. ففقط هذا النظام لاختيار الريج بالنسبة للهورس باور وبالنسبة للأعماق اللي ممكن احنا نحفرها. عندنا أنواع المحركات المشغلة للريج، أما محركات مباشرة، يعني المحرك مباشرة يدخل له فيول ويحول الفيول بسبب الاحتراق الداخلي إلى حركة دورانية، عندنا أنواع اللي هو ستيم إنجن، أو عندنا الديزل إنجن، أو عندنا الأنواع الحديثة اللي هو ديزل إلكتريك، يعني
انه مولدات كهربائيه تعطينا قدره او قوه كهربائيه، وبعدين القوه الكهربائيه تدخل داخل مواتير او هيدروليك سيستم، وتتحول بعدين هذه القدره الكهربائيه الى قدره او طاقه حركيه دورانيه اللي تساعدنا بالنسبه لنا للهويستنج، لتشغيل هويستنج سيستم او تشغيل الروتري سيستم. اما بالنسبه للدايركت درايف هو محرك موحد ونشغل به بقية الأجزاء اللي هي مثلاً الهويستنج سيستم أو الأجيتيترات أو المد بامب بواسطة جيرز، يعني جير بوكس أو بواسطة تشينز أو بيلتس أو غيرها. فهذا أيضاً النظام، لكن كل الأنظمة اللي موجودة كستيم انجين أو احتراق داخلي ديزل